بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين. فأما وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطر ما يبقى إذا مست آياتي الله الله، وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.